بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله طلاب وطالباتي في درس من دروس قنوات عين للصف الثاني للتعليم المستمر الفصل الدراسي الثالث، المادة مهارات حياتية. موضوع الدرس التعامل مع الخلافات الزوجية. معلمتكم أمان الجاي. أعزائي الطلاب والطالبات، أريد منكم إحضار الكتاب وفتح الكتاب على صفحة 86. كان لدينا واجب في الحصة الماضية، كان السؤال: لماذا حث الإسلام الزوجين على التواصل مع الأهل والأقارب؟ برأيكم يا أعزائي الطلاب ما هي الإجابة؟ ستكون الإجابة: لما فيه من الصور الإيجابية لبر الوالدين، وهو معين على برهما وزيادة الألفة والمحبة بين الأسر. إذن هذه الإجابة على سؤال الواجب يا أعزائي الطلاب. دعونا ننتقل الآن إلى ما تعلمناه سابقا في درسنا. تعلمنا يا أعزائي الطلاب على قواعد مهمة في تعامل الزوجة مع أهل زوجها. ذكرنا عدة نقاط مهمة يا أعزائي الطلاب، ومن أهم النقاط التي تعرفنا عليها أساسا ماذا يا أعزائي الطلاب؟ تعرفنا أن لابد أن يكون هناك ماذا؟ احترام متبادل. كذلك تعرفنا على النية الحسنة، كذلك تعرفنا على التعالي عن الأخطاء وعدم تضحيتها. هذه من أهم النقاط التي ذكرناها في القواعد المهمة في تعامل الزوجة مع أهل زوجها. وكذلك تعرفنا على قواعد مهمة في تعامل الزوج مع من؟ مع أهل الزوجة. فهناك عدة قواعد عديدة، وذكرنا من أهم القواعد مساعدة الزوجة في بر والديهما، كذلك تنازل الزوج ماذا؟ عن بعض تصرفات أهل الزوجة، والعفو، وكذلك التسامح، وأيضا السؤال عن الأقارب الزوجة، وكذلك ماذا؟ تقديم بعض الهدايا البسيطة لهم. هذه أهم النقاط التي تعرفنا عليها في حصتنا الماضية يا أعزائي الطلاب. الآن سوف نتعرف على التعامل مع الخلافات الزوجية. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يوضح أساليب التعامل مع الخلافات الزوجية. أن يناقش أساليب إدارة الخلافات الزوجية. أن يبدأ رأيه في كيفية التغلب على الخلافات الزوجية. إذن يا أعزائي الطلاب، التعامل مع الخلافات الزوجية، كيف يمكن تجنب الخلافات الزوجية يا أعزائي الطلاب برأيكم؟ إذن لابد أن نتعرف على تلك النقاط المهمة لتجنب الخلافات الزوجية. دعونا نفكر ما هي تلك النقاط التي لابد أن نتعرف عليها. إذن ما هي أعزائي الطلاب برأيكم؟ ماذا ترون يا أعزائي الطلاب من العوامل المهمة في تجنب الخلافات الزوجية؟ إذن من العوامل المهمة يا أعزائي الطلاب في تجنب الخلافات تقدير كل منهما الآخر، لابد على الطرفين التقدير، كذلك الاهتمام، كذلك ماذا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، لابد من الحرص، وأيضا لابد من الوفاء. إذن الخلافات الزوجية يا أعزائي الطلاب في كل ماذا؟ في كل المجتمعات، وكذلك في كل الأسر تنشأ الخلافات، منها ما يكبر ويصعب السيطرة عليه، ومنها ما يموت يا أعزائي الطلاب في حينه. فالعلاقة الزوجية يا أعزائي الطلاب ليست بمنأى عن المجتمع، فهي ربما أساسا يا أعزائي الطلاب أساس المجتمع. وكلما نجد علاقة زوجية خالية من ماذا؟ من منغصات الحياة،
خاصة إذا كان هناك ماذا أعزائي الطلاب، إذا كان هناك مثلا يكون فارق بين الزوج والزوجة، وكذلك قد يكون من ناحية ماذا، من ناحية الثقافة ومن ناحية النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إذن نحن يا أعزائي الطلاب متفقون على أن هناك خلافات واردة بين الطرفين، ولا بد أن نتفق على طرق يا أعزائي الطلاب لتجنبها أو لتخفيف حدتها وإنهائها، فهي شرارة تستعر إن تركناها وقد تكبر تلك الشرارة، ولا بد أن نقضي على تلك الخلافات. وأيضا يا أعزائي الطلاب لا بد علينا أن نخمدها حتى لا تستمر تلك الخلافات وتكبر. فنجد يا أعزائي الطلاب لا بد علينا من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. فمن طرق تجنب الخلافات الزوجية يا أعزائي الطلاب مثل ما ذكرت ذكر الله، وأيضا الدعاء، فهي أهمية في جميع مناحي الحياة. فالدعاء بركة، بالبركة وبالقبول أيضا والرزق. وذكر الله الدائم أحد أهم الطرق المنجية يا أعزائي الطلاب بفضل الله من الخلافات. كذلك لابد علينا الاحتفاظ بما يدور داخل المنزل يا أعزائي الطلاب. نجد هنا ما يدور داخل محيط الأسرة، في عدم إفشاء أسرارهم، فهو عامل مهم لتجنب الخلافات. فأنت حينما تفشي سرا، سواء كان الزوج أو الزوجة، تهدي من أفشيته سهما يرميك به في أقرب ماذا، في أقرب طريق للاختلاف يا أعزائي الطلاب. فلا بد علينا أن عدم هناك يكون إفشاء أسرار بين الزوجين. وكذلك ماذا أعزائي الطلاب، نجد أن إعطاء الآخر فرصة للاختلاف بنفسه وبالتفكير في سبب الخلاف ومنشأه تجعلنا نعيد النظر يا أعزائي الطلاب. فهناك طرق كثيرة وحلول كثيرة، وربما يجد أن الخطأ منه ويعود عنه. إذن يا أعزائي الطلاب لابد علينا من الذكر الله سبحانه وتعالى، لابد علينا حتى نتجنب تلك الخلافات عدم إفشاء أسرار بعضهم البعض، لابد أن نعطي كليهما الاثنين فرصة للاختلاء بأنفسهما حتى تخف تلك المشكلات أو الخلافات. لابد أيضا أن يقدر كلا منهما الآخر. كذلك أعزائي الطلاب من النقاط المهمة التي لابد أن نتعامل مع الخلافات الزوجية أن يشارك كل منهما الآخر في اهتماماته. لابد أن نجدد مشاعر الحب هنا يا أعزائي الطلاب من خلال تبادل الهدايا من حين لآخر. كذلك لابد أن نتجنب المقارنة، تجديد روح الالتزام والإخلاص بينهما. أيضا من التعامل مع الخلافات الزوجية أن يتحكما بسلوكهما أثناء الغضب. إذن هذه بعض العوامل أو النقاط المهمة التي لابد أن نتعرف عليها أثناء الخلافات الزوجية. إذن ماذا ترون أيضا من العوامل المهمة في تجنب الخلافات الزوجية أعزائي الطلاب؟ إذن من العوامل المهمة يا أعزائي الطلاب مثل ما ذكرت التقدير، الاهتمام، الحرص، الوفاء. هذه أركان أربعة للحياة سعيدة. ما هي هذه الأركان الأربعة للحياة سعيدة؟ الحرص والوفاء والاهتمام والتقدير. أما إذا سقط أحد هذه الأركان يا أعزائي الطلاب فسوف تكون هناك حياة أحدهما أو كليهما يكون فيها من الامتعاض، فما المانع إن حظيت الزوجة بتقدير أو كذلك الزوج باهتمام. كذلك أعزائي الطلاب لابد علينا أن نجد الزوج هنا يحرص على الوفاء، الاهتمام، الحرص، التقدير. عدم تقدير الزوجة لزوجته أو خيانته لها أو عدم حرصه وغيرته، هذه نقاط مهمة يا أعزائي الطلاب التي لابد أن نتعرف عليها. إذن يا أعزائي الطلاب هذه نقاط رئيسية مهمة جدا لابد أن نتعرف عليها في الخلافات الزوجية. هناك نقاط أيضا مهمة لابد أن نعرفها يا أعزائي الطلاب من ضمن الحلول
فلو شارك أحدهما الآخر في اهتماماته نجد مثلا أن الزوج أو الزوجة الذي لا يشارك أحدهما الآخر في الاهتمامات فكل هنا منهما له طريقة مختلفة مثلا في التفكير، يرى بأنه هو الصواب والآخر هو الخطأ. هذه بعض النقاط التي لابد أن يعرفها الطرفين. فبطبيعة الإنسان هنا يا عزيزي الطالب له ما يختلف عن شريكه، ولا بد عليه من الاقتراف في التفكير وفي الاهتمام والمشاركة، فهذه عوامل عديدة. أيضا مثل ما ذكرت في الهدية يا عزيزي الطالب والطالبة تعتبر ماذا؟ تعتبر جسر للمودة بين القلوب مهما صغرت قيمتها يا عزيزي الطالب أو حجمها، تبقى أحد ركائز ماذا؟ أحد ركائز التقارب ودلائل الاهتمام. كما أيضا يجب تجنب المقارنات، فالأرواح تختلف والأجساد والأعمال والدخل المادي، هذه كلها نقاط لابد أن نعرفها، وكذلك المسكن والملبس. فما عندك ليس عند غيرك يا عزيزي الطالب، ليس بالضرورة أن يكون لديك، فالقناعة هنا ماذا؟ كنز لا يفنى. إذن يا عزيزي الطالب هذه بعض الطرق للتعامل مع الخلافات الزوجية. إذن دعونا نتذكر أن البيت السعيد ليس هو الذي يخلو من الخلافات يا أعزائي الطلاب، وإنما الذي يضم ماذا؟ الذي يضم الزوجين ويعرفان كل حق حتى لا يخسر الآخر الطرف الآخر، وأيضا لابد أن يكون هناك احترام بين الزوجين. فهناك يا أعزائي الطلاب بعض أساليب إدارة الخلافات الزوجية، دعونا نتعرف عليها. هناك عدة نقاط مهمة لابد أن نتعرف عليها. بداية من أهم النقاط المهمة هي المبادرة بتلطيف الخلاف والتفكير قبل رد أحدهما على هجوم أو استياء الآخر. إذن عزيز الطالب هذه من بعض الأساليب لإدارة الخلافات الزوجية، عدم تكرار الردود أو الإجابات كلما تناقشا حتى لا يثيرا الغضب بينهما، ومحاولة احتفاظ أحدهما بالهدوء. إذا فقد الشخص الآخر الهدوء أو السيطرة وأصبح ذلك الشخص عصبي، كذلك لابد علينا أن نتجنب الردود المقاطعة. هناك بعض الكلمات التي قد نسمع منها مثلا تزيد من مشكلة المشكلة أو الخلاف، مثلا نجد أن تقول مثلا أحد الطرفين لقد اعتدت على هذا، أو مثلا قد تقول لن تتغير أبدا، أو بعض العبارات أو الردود لا فائدة من ذلك، أو أنت دائما تسيء فهمي. هذه بعض الردود التي قد تزيد من تلك المشكلة، فلا بد علينا أن نتجنب تلك الردود، فبالتالي نقطع الأمل فتكبر المشكلة ولا نتوصل إلى حل. كذلك أعزائي الطلاب تجنب إطالة فترة الخلاف والشكوى لطرف ثالث كذلك يتدخل بين الزوجين، فكثرة ترديد عيوب أو نقاط ضعف الطرف الآخر سوف تتجسد وتكبر تلك المشكلة وتتضخم. فلا بد علينا هنا يا أعزائي الطلاب عدم إطالة الخلاف بين الزوجين، وكذلك عدم الشكوى لطرف آخر. أيضا من الأساليب لإدارة الخلافات الزوجية يا أعزائي الطلاب الشرح للزوج والزوجة مما يضايق من ناحية الأسلوب، من ناحية الكلام بطريقة مباشرة، فهذا يسهل عليهما الاثنان في التعامل مع بعض. كذلك من الأساليب الاتفاق على أن يأخذ كل واحد من الزوجين دوره في المبادرة، لابد أن يبادر الزوج أو الزوجة بالصلح في أي مرة يختلفان فيهما، كذلك بصرف النظر عن من الذي سيبدأ، سواء بدأت الزوجة أو بدأ الزوج، فنجد هنا إذا كانت قاعدة خيركما من يبدأ بالسلام. فنجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ذكر أنه خيركم من يبدأ بالسلام. كذلك من الأساليب يا أعزائي الطلاب التي تدير الخلافات الزوجية
التعرف على عيوب الطرف الآخر منذ بداية الحياة الزوجية. هذه تسهل لنا في إدارة الخلافات الزوجية، كذلك على الزوجة أن تضع نصب عينيها الزوج واهتمامات الزوج، وكذلك على الزوجة أن تضع أيضا نصب عينيها لزوجها. فنجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعزائي الطلاب، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كيف تتغلب على الخلافات الزوجية؟ برأيكم يا أعزائي الطلاب، كيف نتغلب على تلك الخلافات الزوجية؟ هناك بعض من النقاط المهمة عندما نريد أن نتغلب على تلك الخلافات الزوجية: عدم المبالغة في المشكلة وتفادي تداخل المشكلات ببعضها البعض. إذن لابد أن نحرص على أن نحفظ أسرار البيت، وأيضا الحوار المستمر والتشاور بين الزوجين حتى نتغلب على تلك الخلافات. يا أعزائي الطلاب، الحكم بطريقة صحيحة، وأن يضع كل منهما نفسه مكان الطرف الآخر، وأن يقدر ظروف وإمكانيات بعضهما البعض. هذه أيضا من الطرق التي سوف تتغلب عليها بإذن الله من خلال الخلافات الزوجية. نحرص سواء الزوج أو الزوجة على أن يضبطوا أنفسهم، وكظم الغيظ يا أعزائي الطلاب، والاستعاذة من الشيطان الرجيم، اجتناب السب والإهانة والشتم. كذلك لابد أن تكون هناك تثقيف في العلاقة الزوجية، لابد حضور دورات للتثقيف قبل بدء في الزواج، نتعرف على المشاكل التي تحصل قبل الزواج وبعد الزواج، كيف تدير الحياة الزوجية. لابد أن تطور من حياتها حتى تقلل من المشكلات التي تحصل أو الخلافات الزوجية التي تحصل بينهما. كذلك يا أعزائي الطلاب، لابد علينا من الإكثار من الاستغفار. أيضا خير الزوجين من يبدأ بالسلام ويقبل على الطرف الآخر ولا يهجره. لابد أن يكون هناك تناصح، تواسي بينهما، موعظة حسنة بين الطرفين، الاقتناع والتفاهم كذلك بين الطرفين. هذه من النقاط أيضا المهمة حتى يتغلب الطرفين من المشكلات التي تحدث بينهما. لابد أن يعترف الطرفين بالخطأ الذي حصل بينهما، لابد أن يكون هناك حوار هادئ بين الطرفين، لابد أيضا تفادي الحرام في الخلافات، فلا يجوز السب أو الحلف بالطلاق. هذه بعض النقاط المهمة التي تتغلب عليها للخلافات الزوجية. دعونا الآن يا أعزائي الطلاب والطالبات نسترجع ما تعرفنا عليه اليوم من خلال اختبر نفسك. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وخطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. لتجنب الخلافات الزوجية، تقدير كل منهما الآخر، كل منها الآخر. برأيكم هاي أعزائي الطلاب، أحسنتم، الإجابة صحيحة. العبارة الأخرى: الحوار المستمر من أساليب التغلب على الخلافات الزوجية. ما رأيكم في الإجابة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، إجابة صحيحة. العبارة الأخرى: المقاطعة والردود من أساليب إدارة الخلافات الزوجية. ما رأيكم بالإجابة؟ صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، الإجابة ستكون ماذا؟ خاطئة. أيضا أريد منكم أذكر 3 من طرق تجنب الخلافات الزوجية. كيف نتجنب تلك الخلافات؟ أريد فقط 3 من الطرق. دعونا نختبر أنفسنا. أحسنتم يا أعزائي الطلاب، عدم إفشاء أسرار بعضهم البعض كذلك من الطرق التي ذكرتها. أحسنتم، مشاركة كل منهما الآخر في اهتماماته. كذلك ماذا يا أعزائي الطلاب؟ تجنب المقارنات. هذه بعض من طرق تجنب الخلافات الزوجية. كذلك
أريد منكم الآن اختيار الإجابة الصحيحة من أساليب إدارة الخلافات الزوجية. لدينا ثلاث عبارات، ما هي العبارة الصحيحة؟ تجنب إطالة فترة الخلاف بين الزوجين، أم إشراك الأهل والأصدقاء في الخلافات الزوجية، أم تدوين الأخطاء بصفة دائمة ليتضح المتسبب فيها؟ ما رأيكم يا أعزائي الطلاب؟ ما هي النقطة المهمة والصحيحة لأساليب إدارة الخلافات الزوجية؟ ما هي يا أعزائي الطلاب؟ حسنتم، ستكون ماذا؟ تجنب إطالة فترة الخلاف بين الزوجين. أريد منكم الآن يا أعزائي الطلاب فتح الكتاب صفحة 86 ووضع إشارة على السؤال الثاني، سيكون الواجب. السؤال الثاني هو عبارة عن ضع علامة صح أمام كل عبارة ذات أثر حسن وعلامة خطأ أمام العبارة السلبية. سوف يكون هذا الواجب بإذن الله. في الحصة القادمة سنقوم بحل هذا الواجب. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، بهكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. استودعتكم الله.